اقوى قلاية هوائية موجودة بالسوق من شركة باليوم. قبل لا نبلش بالقلاية تعالوا خلينا نبلش بالغراض اللي تجي وياها. عندكم انا المنظومة مال الشاشة اللي هي تجي مال التكة، وايضا عندكم الشيال مال الدجاج، وايضا هذه الشيالة مال الصيخ مال الدجاج، وايضا منها نصيان اثنين مشبش، والشيالة مال القلاية اللي هي هيش تنشال. معقولي تفتحون القلاية تجيكم اياها ضمان سنة كاملة من تاريخ الشراء. تعالوا خلينا نجي على القلاية. النظام مالتها طبعا النظام مالتها كله يجي شاشة لمس. هاي النظام مالتها يجيكم الفنجر، الستيك، السمك، الهواي شغلات، ايضا عندكم الكيك هنا، عندكم البيتزا، وايضا اذا تريدوا تسووها انتوا على راحتكم مجرد هذا الزائد مال الحرارة هنا تتحكمون بالحرارة توصل عندكم من 25 الى حد 200، وايضا هذا الوقت يوصل من عندكم من 10 دقائق لحد ما توصلون الى 60 دقيقة ساعة كاملة. مجرد بس تخلون الاكل، راح نسوي لكم تجربة بسيطة على الاكل والشو مالتها. طبعا مثل ما تشوفون هسه فصلت تلقائيا بعد ما خلص الوقت. تعالوا باعوا لي النتيجة، بس نشغل اول شيء الضوء. تعالوا باعوا لي النتيجة. اللهم صل على محمد. باوع لي الشقار، هذا الجمال بدون ولا قطرة زيت، الاكل صحي بنسبة 100%. كل هذا من قلاية ام باليوم، وهاي عليها ضمان سنة كاملة من تاريخ الشراء. اطلبوها وتوصل متوفرة على كل محافظات العراق.